طبعا ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. يوسف، ماذا بعد استهداف مدارس تؤوي نازحين، ما هو المشهد الآن وكيف يتم التعامل مع المصابين؟ نعم ريهام، المشهد دموي بامتياز في كل محافظات قطاع غزة. وقبل التعريج على ما جرى من استهداف مدرستين اليوم، دعيني أشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب قبل لحظات مجزرة جديدة بحق عائلات مدنية نزحت إلى منطقة أبو اسكندر الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة غزة، والحديث يدور عن بناية سكنية مؤلفة من 5 طوابق جرى تسويتها بالأرض، وأن هناك عائلات تحت أنقاض هذا المنزل المدمر. قبل قليل بدأت تصل إلى مشفى الأهلي المعمداني عشرات الجرحى، والحديث عن عدد من الشهداء الذين وصلوا إلى هذه المشفى بعد قصف المنزل بشكل مباشر ودون سابق انذار. قبيل هذه المجزرة أيضا اقترف الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين، إحداهما في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، راح ضحيتها 7 من الشهداء من بينهم أطفال، وهي المدرسة الثانية التي تقصف في ذات اليوم، حيث استهدف الاحتلال مدرسة عون الحرساني في منطقة بيت حانون أقصى شمال القطاع، حيث ألقى طائرة مسيرة عدة قنابل على النازحين داخل هذه المدرسة ما أدى إلى استشهاد 3 منهم. وفي جنوب القطاع وتحديدا في منطقة المواصي التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها المنطقة الآمنة والتي يدعو فيها الناس بالتوجه إليها، استهدف خيمة في أقصى المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين من بينهم 5 أطفال حسب المصادر الطبية الفلسطينية. عدد من الشهداء هم ممن كانوا يلهو حول هذه الخيمة، 3 أشقاء استشهدوا في هذا القصف الذي طال خيمة في منطقة المواصي. بالإضافة إلى ذلك أيضا لا تزال آليات الاحتلال الإسرائيلي والطائرات ما بين فينة وأخرى تستهدف المنازل والمواطنين في شمال القطاع، وهي المنطقة التي عزلها الجيش عن تواصلها الجغرافي وامتدادها الطبيعي صوب مدينة غزة. استشهد قبل ساعات 5 مواطنين وأصيب آخرون بعد أن ألقت طائرة مسيرة صاروخا باتجاه تجمع في بلدة بيت لاهية. إضافة إلى ذلك فإن المصادر الطبية الفلسطينية تتحدث عن 18 شهيد في شمال القطاع منذ ساعات الصباح الباكر، بمعنى أننا نتحدث عن سلسلة من الغارات مستمرة وبكثافة، والمشهد يواجه التصعيد. شكرا يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا على هذه التفاصيل وهذه المعلومات، كنت معنا من خان يونس.